تقول: أنا شاب أعاني من ضر يلازمني منذ 20 سنة. أعاني من ضر. يقول: أنا شاب أعاني من ضر يلازمني منذ 20 سنة. ضر؟ نعم. نعم. وجئت معتمرا إلى بيت الله الحرام كي يزيل عني هذا الضر، فبماذا تنصحونني؟ أنصحك بالدعاء، الإلحاح على الله بالدعاء أن الله يشفيك، وتستعمل ماء زمزم، وترقي نفسك بالرقية الشرعية، تشرب من ماء زمزم، وتدعو الله عز وجل.